بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا أردت أن نقف جميعا بخشوع حقيقة أمام شهداء المجزرة التي حصلت فجر اليوم في مصر، شهداء الحرية وشهداء الثورة المصرية والثورة العربية الكبرى. ولأقول أيضا بأن ما حصل اليوم هو بداية العد التنازلي لنهاية الطغمة الدموية التي استولت على إرادة الشعب المصري. الدماء دائما تنتصر على السيف، ستنتصر دماء الشهداء في مصر على الدبابة وعلى المعتدين، مثل ما انتصرت في تونس، مثل ما انتصرت في اليمن، مثل ما انتصرت في مصر قبل أشهر وقبل سنوات قليلة. أريد أيضا أن أثمن وأحيي الاتفاق الحاصل بيننا تقريبا جميعا حول إدانة هذه المجزرة، وهذا المتوقع من مجلس شعبي وطني انتخبه الشعب من نخبة سياسية على درجة عالية من الوعي بقطع النظر عن الاختلافات والتناقضات بينها. وما عبر عنه الأستاذ نجيب الشاب اليوم والأستاذ أحمد بن إبراهيم هو أكبر دليل على أن هذه النخبة التونسية في القضايا المبدئية الكبرى هي واحدة، تونس واحدة عندما يتعلق الأمر بمجازر وباعتداء صارخ وواضح على الحريات وحقوق الإنسان وعلى إرادة الشعب المصري. فتحية إلى نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين أجمعوا على هذا الموقف، وقبل ذلك تحية إلى شهداء مصر، وستنتصر الثورة المصرية على إرادة الانقلاب إن شاء الله. السلام عليكم.